إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إسلام لتدار كمان بلاي تلك بوتالو لزيمنا الله سبحانه وتعالى بقرآن است كنانتم تدار يللاتشون أقابو كوندوش باروتشاتشونا كسيتوش باروتشاتشونم لقابتشابكو يهونوتن أقابو دهوش بيهونو الله كتروتاو يا كبراتشوال. اللهم ستوتاو سفي أواقينو. سورة النور أنقص 32 رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو تدار يا إيمان قماشنو بلوال. تدار إسلاموي بيتسب يمي مسرة بيت مسوسونو رسول عليه الصلاة والسلام بحديث أجو تدار يني فلقنو كزيه يافنقته كني عيدلن بلوال. تدار متبقيانو تدار اللهن من نقزبت عندو أملكو ويم عبادانو إنام وندمي أهتي أقارهن ويم أقارشن ستمرت ويم ستمرجي تنكك النبل وندمي لو بتك أمنا كدميا ستسد ودفيت أغنى بوالو بله لم تاسبو إسلامو بيتسب قوم بله أسب أنشم مهتي بيتنا مكينا ستاسك أدمي كدنياوي بيتش يلك يعنن زل عالموي بيتشن أستوشي جن زاري زاري يعلن بتونيتا ياسازنال من نو بتلوي الله كازن الله شو بستقر واتاتو راسون كتدار أرقوال ولوم دارونيزو سيتو وندون وند سيتون موك استعيزوال أنيس ماني يميل تفتوال كهولو يمي أسازنو يمكسو الناسو اتشم مساماتونو لزي هولو مفتيهو عندنو السم اللهن مفرات وند اللهن فرتو بأقبابو كتأيكا سيتم اللهن فرتا بأقبابو بتملس يهولو بالتفتر أو كالله سنرق ولم نقراتشن تبلاش تو تي مبابا لنكوان كرر تلمده بزيه هلو مهالقن عند نقر ترسا اج بتعفو ملاس بتناقرو لبن باسبو اندمن التيك زنقنو مسميا مايام لبن انزي هلو بالبيتاتشو كالنسو تتأياق ينونا آلة سورة الإسراء أنك السلاسة سدستلع أهونم بيهونجن جيزي الله اللهن النفرة بيتو بري يالو بمسكوتان نقبا بيتو اتشنم كدجافو اتشاتشو بكل قبواتشو اللهنم فرو لتدنو يكجلالنا بلاتشو يلال بسورة البقرة أنك عندمتو سمانيا زتين تدار عند تلك قوجو بيهون يبيتو مسوسو بالنا ميستناتشو يهمس وصوها سايقودة لرجم كيزي اندي كوي تاقاشنت چاينت ملكامنت عرقو عصابنت يكرباينت ازنت كزي هلو بلاي ايماننا فكر وانا وچوناتشو اسلام يماس تدادر اك امي نورسيل دنياوي اك امن بچال نبرا يلقونم لملكام بحرينا دين كدميا ستوال ماننا اتشنم بيهون تدارن سناسب الله ياسك أما تبنن قديتا بأقبابو أوت اللهوي أمانا ونس الشكما اللهوي يمي لو تياكي قوم تبلو لتاسب بتي قبال بيتسبن يما استدادر حلا في النت يسو بمهونو واندو بتكشاو لاي تلك إيهو تشكم تتلوال ين حلا في النت لموت آتم بركات تامسان أكلو تشن مالا في نور بتال يقبيا مكزغز كي سارة ينورو الدنت يترانسبورت اندلب بالمكينيت يمنقر مزقاقات
የቀኑ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ የጓደኛና የሥራ ባልደረባ ግጭት፣ የሥራ ጫና ወዘተ ሊያጋጥመው ይችላል። የቤተሰብ ኃላፊ በሆነ ወንድ ላይ የሚደርሱ ጫናዎች በርካታና ዘርፈ ብዙ ናቸው። ለዚህ ነው የወንዶች አማካይ የዕድሜ ጣሪያ ከሴቶች ያነሰው። የሰው ልጅ የሕይወትን ጫና መቋቋም ይችል ዘንድ የሚያዳምጠውና አይዞህ የሚለው ሰው ያስፈልገዋል። ባልሽም ከዚህ የተለየ አይደለም። እነዚህ ጫናዎች ብቸኝነት እንዲሰማውና ምቾትና እፎይታ እንዲፈልግ ሊያደርጉት ይችላሉ። ይህን ምቾትና እፎይታ የሚያገኘው ደግሞ ከሚስቱና ከቤተሰቡ ነው። ስለዚህ ፍላጎቶቹን ለይተሽ እወቂ። ከሥራ ወደ ቤት በሚመለስበት ወቅት ዘና እንዲልና ፍላጎቴን ለማሟላት ደፋ ቀና የምትል ሚስት አለችኝ ብሎ እንዲያስብ አድርጊው። ገና እንደገባ ነገር በመጀመር ስሜቱን አትጉጂው። ቤተሰባዊ ጉዳዮችን ለሱ ከማቅረብሽ በፊት እረፍት የሚያደርግበት ሰዓት ስጪው። ወደ ቤት ሲገባ በፈገግታና ሞቅ ባለ ሰላምታ ተቀበዩ። እርቦት ደክሞት እንደሆነ ወይም ሌላ ችግር ካለበት ጠይቂው። ለመናገር ፈቃደኛ ካልሆነ ጥሩ አድማጭና ተቆርቋሪ ሁኚ። ለሱ ያለሽን ልባዊ ጭንቀት ለመግለጽ ሞክሪ። ያጋጠመው ችግር እሱ እንዳሰበው ግዙፍና ሊፈታ የማይችል አለመሆኑን እንዲያጤን እርጁ። ችግሩን መቋቋም እንዲችል የማበረታቻ ድጋፍ ስጪው። ለምሳሌ የሚከተለውን ልትይ ትችያለሽ። ይህ ነገር በአንተ ላይ ብቻ አይደለም የደረሰው፣ እነ እከሌም ተመሳሳይ ችግር ደርሶባቸው ነበር። ደግሞም በጥንካሬና በትዕግስት የማይፈታ ነገር የለም። የሰው ልጅ ማንነት የሚፈተሸው እኮ በችግር ነው። ሁሌ በደስታ መኖርን መጠበቅ የለብህም። አይዞህ የኔ ውድ፣ በፈጣሪ እገዛ ችግሮችንን በቀላሉ እንፈተዋለን። በዩ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል ሐሳብ ካለሽ እንዲህ ብናደርግስ በዩ፣ አሊያ ደግሞ መፍትሄ ማምጣት ትችላለች የምትያት ጥሩ ጓደኛ ካለችሽ ለእሷም ማክሪያት። ውዷ እህቴ ሆይ፣ በችግር ወቅት ባለቤትሽ የአንቺን ፍቅርና ክትትል ይፈልጋል። እንደ ስነ ልቦና አማካሪና እንደ ሚስት እሱን መንከባከብና መርዳት አለብሽ። የስነ ልቦና አማካሪ ሊሰጠው የሚችለውን ድጋፍ አንቺ ልትሰጪው እንደምትች ወቂ። እሱን ለማጠናከርና ለመደገፍ ያለሽን ችሎታ ዝቅ አድርገሽ አትመልከች። ለባለቤትሽ ደህንነት ከአንቺ በላይ የሚጨነቅ ሰው የለም። ወላሂ አንቺ ለሱ ከምታደርጊው ጥረትና ልፋት ጥንካሬን ይማራል። አእምሮውን ወጥሮ የያዘውን ችግርም በቀላሉ ይፈቷል። ይህ ደግሞ የጋብቻ ሕይወታችሁ እንዲለመልምና እንዲጠናከር ያደርገዋል። የጥንካሬ ምንጩ እንጂ የጭንቀቱ ምንጭ መሆን መቻል የለብሽም። ገና ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነሳ በፈገግታ ተቀበዩ። ቀኑ ያማረና ጠንከር ብሎ እንዲውል ተስፋ እንዲያደርግ ከፊትሽ ብዙ መልካም ነገር በማየቱ ብቻ ተስፋ ሰንቆ ከቤት ይወጣል። ችግር እንኳን ቢያጋጥመው ሞራል ይዞ ስለወጣ ቀኑን ለመቋቋም ብርታት ይሆኗል። ለፍቶም ደክሞም ከሥራም ሲመለስ ገና በሩን ሲከፍት በፈገግታ ራስሽንም ተንከባክበሽ ብትቀበዩ ለሱም ጭንቁን አራግፎ እንዲገባ ነው የሚያደርገው። አንዳንዶች እህቶች ግን በጣም በሚያሳዝን መልኩ ገና ከሥራ ወደ ቤት ሲገባ የያዘው ሸክም ሳይበቃው ኩፍስ ባለፊት የሚቀበሉ ሴቶች በርካቶች ናቸው። ወላሂ የሚገርማቸው አንዳንዱ እቤት ላለመግባት የሚፈራለ ገና ሲገባ ከበሩ የሚቀበለው ጭንቀት መሸከሙን ይጠላና ከቤቱ ደጃፍ መድረስ የማይፈልግ ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ ውድ እህቴ በጣም ትልቅ ሚና መጫወት ትችያለሽ። ትልቁ ሚና የቤተሰብን የደስታ ምሰሶ ወይም ከዋና የደስታ መሰረቶች የሚስት ወይም የእናት ሚና ነው። ስለዚህ አደራ ሚናሽን በአግባብ ተጫወች። አደራሽን በአግባቡ ተወጪ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ
ያቅለላችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በትዳር ላይ ላሉት ደስታ የተሞላበት ኢማን የተሞላበት ሰላም የተሞላበት ትዳር እንዲያደርግላችሁ ዱዓችን ነው። ላላገቡትም ሁሉ ሷሊህ የሆኑትን ይስጣችሁ። ያ ሐዩ ያ ቀዩም ቢረሕመቲከ ነስተጊዝ አስሊሕ ለና ሻእነና ኩለህ ወላ ተኪልና ኢላ አንፉሲና ጠርፈተ ዐይን ያ ሙቀልበል ቁሉብ ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم انصع قلوبنا بياضا من الايمان يا الله اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم انصع قلوبنا بياضا من الايمان يا الله اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم انصع قلوبنا بياضا من الايمان يا الله اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين الله سبحانه وتعالى اني بتناقركوت ان انتم بسماچوت يمنتقم يادرغن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.